السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع المتتبعين ديال قناة محمد الفيلادي. إذا مرحبا بكم في هذه لا فيديو جديدة اللي غادي نشوفوا إن شاء الله تصحيح ديال الفرد المحروس الثالث الخاص بالسنة الأولى إعدادي مادة الفيزياء والكيمياء. فمرحبا بكم جميعا، فتابعونا إلى نهاية هذا الفيديو. إذا نبدأ على بركة الله بخصوص التمرين الأول على 8 نقاط. السؤال الأول répondre par vrai ou faux، يعني نجاوبه فقط بصحيح أو خطأ. La chaleur et la température est la même chose، يعني أن الحرارة يعني أن السخونة ودرجة الحرارة هي عندهم يعني نفس المعنى، وهذا خطأ. La vaporisation، يعني عملية la vaporisation بحال تبخر، et le passage دو ليتا سوليد على ليتا ليكيد، هو مرحلة الانتقال من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة، وهذا خطأ. La température d'un cœur diminue s'il perd de la chaleur، يعني أن درجة الحرارة ديال واحد الجسم كتنخفض عند فقدان السخونة، وهذا صحيح. Le nombre de particules change au cours d'un changement d'état physique de la matière. C'est faux. L'unité internationale de la température est le pascal. C'est faux. C'est le Celsius, mais c'est le pascal. Tanyan souligne la bonne réponse parmi les propositions entre parenthèses. نسطروا على لا بون ريبونس parmi les propositions اللي كاينين بين قوسين. On repère la température d'un corps avec un thermomètre. صحيح؟ دونك لو دوغري اي لينيتي ايزيال دو لا تمبيراسيون اللي هو لو دوغري سيسيوس او كور دي ترانسفورماسيون فيزيك لو نومبر دي بارتيكيل نو شونج با. ودي او كور دو لا كون دو لا سوليديفيكاسيون، يعني تجمد لي بارتيكول دو لو سو رابروش وي لي زان دي زاتر. ثلاثة كوشي لا بون ريبونس، يعني عندنا اتا سوليد كتكون واش ديسبيرسي ولا كومباكت، دونك كتكون كومباكت وكتكون اوردوني. لي تا ليكيد كتكون تا هي كومباكت وكتكون ديزوردوني. وبالنسبة لطاء غازوس كتكون ديسبيرسي وكتكون ديزوردوني. دونك هادو بالنسبة للحالات الفيزيائية اللي كتوجد عندهم المادة في كل حالة، في كل حالة واش فيزيائية ولا كيمياء، واش في سوليد ولا ليكيد ولا غازوس. دابا غادي ننتقلوا مباشرة للتمرين الثاني. اون كونسيدير لو شيما سي كونتر، يعني كنعتبروا هاد الشيما اللي عندنا الداخل اللي هو المحراب. Donnez le nom de l'appareil représenté, le mihrab, le thermomètre. Calculez la valeur d'une division sur cet appareil. Donc, on va calculer la valeur de la Donc, باش ننتقلوا من 0 ل 10 كاينه تقريبا مجموعه من التدريجات. Donc, c'est très simple. Donc, شنو نديرو؟ نديرو 20 مثلا ناقص 2 في 1 كتساوي هي 18 دوغري، او عفوا 10، 20 ناقص 10 مقسوم على دونك هي 20 على هي 10 على على 5، على 5 ديال التدريجات. دونك هي 2 دوغري سيسيو باغ ديف. دونك ديتيرميني لا فالور دو لا تمبيراتور انديكي باغ سيت اباراي. دونك حنا كنعرفو ان لاباراي يعني شحال كي دونك عندنا 1 2 3 4. دونك باش ننتقلو من 0 ل 10 كاين 5 ديال التدريجات. دونك هي 2 دوغري سيسيوس في كل تدريجة لتدريجة. و دونك عندنا لاباراي كيشيل تقريبا 18 دوغري سيسيوس. قالك سيدي اون شوف ان ليكيد كوم لو مونتر لا فيغور دو سيليسيو. قالك سيدي كومون فاغي لا تمبيراتور دو ليكيد بوندون لو شوفاج. دونك جيستيفي فوتر ايرور. Donc la température augmente car le liquide reçoit de la chaleur. B, on ajoute l'eau froide à ce liquide. Comment varie la température du liquide après cette opération? Donc la température diminue car le liquide cède de la chaleur.
3A, compléter le schéma suivant avec le nom de changement d'état physique convenable, physio, la vaporisation, la solidification, la liquéfaction. Donc, l'équification, solidification, évaporation, rabat, fusion, donner le nom des changements d'état physique qui nécessitent une perte de la chaleur, c'est la solidification et la liquéfaction. دونك وصلنا لنهاية هذا الفيديو هذا، كنشكركم دائما على المتابعة ديالكم، وكنتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح، وإن شاء الله مازال مستمرين معكم. اللي ما فهمش حاجة ما ينساش يراسلنا في لي كومونتير. ما بغيتش نطول في هذا الشيء هذا بزاف، بغيت ما قل ودل، حيت إذا طولت كتأمل الفيديو. هذا ما كان في هذا الفيديو، إلى اللقاء في فيديو مقبل بحول الله، مع السلامة.